من العاصمة المصرية القاهرة ينضم إلينا دكتور أسامة السعيد، مدير تحرير صحيفة الأخبار المصرية. دكتور أسامة أهلا وسهلا بحضرتك. يبدو الأمر مختلف، وتبدو هذه الزيارة في تشكيل الوفد الوزاري الحكومي الفلسطيني، في توقيتها، في مدة الزيارة، في جدول أعمالها، تبدو مختلفة تماما عن السياقات الأخرى لزيارات لمسؤولين فلسطينيين للقاهرة. بالتأكيد، أولا التحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هي زيارة مختلفة، تبدو من خلال التشكيل أكثر أو نحو 9 وزراء في هذا الوفد رفيع المستوى بأجندة محددة ذات طبيعة سياسية واقتصادية، وإن غلبت عليها الملفات الاقتصادية في تقديري أنها زيارة مهمة، لأنها يعني تجهض كل مساعي الحكومة الإسرائيلية لعزل وتهميش السلطة الوطنية الفلسطينية. هذه الزيارة تؤكد أن السلطة الوطنية الفلسطينية راغبة في البقاء، راغبة في التواجد، راغبة في تنشيط وتعميق علاقتها مع الدول الداعمة، وبالطبع في مقدمتها مصر أكبر الداعمين وأكبر الأطراف تاريخيا التي تحملت عبء القضية الفلسطينية ودافعت عن الحقوق المشروعة للقضية الفلسطينية. وأنا أعتقد أن هذه الزيارة لها ما بعدها، لأنها تؤسس لشراكة اقتصادية، شراكة على أكثر من مستوى، الاتفاقيات التي تم توقيعها، التعاون المتبادل على المسار الثنائي. أعتقد أنه سيصب في مصلحة السلطة الوطنية الفلسطينية في تأهيل المؤسسات الدولة الفلسطينية للنشاط، للعمل، للإعداد لمشروع الدولة الفلسطينية الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية أن تجهض هذا المشروع وأن تتعامل مع حل الدولتين على أنه ماض وانتهى وأنه لم يعد مطروحا على الطاولة. أنا أعتقد أن هذه الزيارة تؤكد أن حلم الدولتين وحلم الدولة الفلسطينية قابل للحياة، قادر على الاستمرار إذا ما أتيحت له الفرصة والأطراف الداعمة والأطر المناسبة لتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية على بناء هذه الدولة القابلة للحياة. دائما ما تلفتنا بعض الصور التي تأتينا من هذه الزيارة، وكانت لافتة للغاية من أمس، أنه مثلا في ضوء بيئة اقتصاد عالمي غير مستقرة، مشكلات اقتصادية تقريبا تصادف بيئة الاقتصاد العالمي للمرة الأولى منذ أزمة الكساد الكبير قبل عقود طويلة مضت، أو ربما حتى قبل قرن إلا قليلا، لكن تحمل مصر هذا الهم، الهم الفلسطيني على المستوى السياسي والأمني وعلى مستوى قضايا الوحدة، وصولا حتى إلى فضاءات التنفس الاقتصادي إذا جاز التعبير. دكتور أسامة، لماذا تصر القاهرة وفي مثل هذه الظروف على الاطلاع بهذا الدور؟ لأن القاهرة لا تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية خارجية، ولكنها تتعامل معها على أنها قضية أمن قومي مصري في المقام الأول. مصر تتعامل مع هذا الملف على أنه أولوية بالنسبة لسياستها الخارجية والداخلية أيضا. وطالما تحملت مصر على مدى عقود ماضية عبء أو حمل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبالتالي أتصور أن القاهرة رغم كل الظروف ورغم كل الصعوبات ورغم كل الأزمات الاقتصادية في العالم والتحولات التي تموج بها الساحة الإقليمية والدولية، ولكن بالنسبة لمصر القضية الفلسطينية هي الركيزة الأولى، هي الأولوية الأولى، هي القضية المركزية التي تعمل مصر على الدفاع عنها، الاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشعب الفلسطيني. ولا ننسى أن مصر ورغم كل الضغوط التي عانتها في سنوات سابقة، لكنها خصصت منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة. المشروعات المصرية جارية على قدم وساق، لم تتأثر بالأزمة الدولية ولم تتأثر بأي عقبات تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية. بالعكس، كانت دائما هذه المشروعات أولوية. كما يتم بناء وإعادة بناء الدولة المصرية، مصر أيضا تشارك في إعادة إعمار قطاع غزة وفي بناء القدرات الدولة الفلسطينية. أنا أعتقد أن هذه رمزية واضحة أنه بموازاة المشروعات القومية الكبرى التي تجري على أرض مصر وإعادة بناء البنية التحتية لمصر وإعادة بناء الاقتصاد المصري، أيضا مصر تتحمل مسؤولية إعادة بناء الدولة الفلسطينية، تدعم الدولة الفلسطينية، تدعم السلطة الفلسطينية. وأعتقد أن هنا رمزية واضحة أن مصر وفلسطين ليست
ليست قضية خارجية لكن ولكنها قضية داخلية. معلش حضرتك، يعني لا يمكن أن نفوت ما ذكرته وأنت تستعرض الجهد المصري المقدم مع السلطة الفلسطينية، تشير أيضا إلى قطاع غزة. الجانب الأكبر من التفاعل الإقليمي مع الأوضاع في الأراضي المحتلة كان مرتبط ببيئة الاستقطاب، إما أن تكون داعما للسلطة الفلسطينية مناكفا في قطاع غزة أو متمترسا في قطاع غزة مناكفا في السلطة الفلسطينية. لكن ما تقوم به القاهرة انفتاح كامل على الفصائل في قطاع غزة وانفتاح موازي كبير وكبير للغاية للسلطة الفلسطينية. كيف أدارت القاهرة الملف ببعديه بهذا الشكل؟ لأن القاهرة تدرك تماما أن فكرة الانقسام وفكرة وضع أو الفصل ما بين قطاع غزة وما بين الضفة الغربية هو مصلحة إسرائيلية في المقام الأول، وأنه لا يخدم القضية الفلسطينية. وبالتالي منذ اللحظة الأولى تعاملت القاهرة مع القضية الفلسطينية كملف واحد، كأرض واحدة، كقضية متماسكة، وليست بناء على استقطابات إقليمية أو استقطابات أيديولوجية. حتى في ظل وجود استقطابات أيديولوجية خلال السنوات الماضية، القاهرة استطاعت أن تفصل بين التعامل مع حركة حماس كفصيل وطني فلسطيني وبين استقطابات أيديولوجية نعلمها جميعا في ظل حتى حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وبالتالي هذا يعكس الرؤية العميقة والحكيمة لإدارة الدولة المصرية ولقدرة الدولة المصرية على إدارة الأمور الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل القضية الفلسطينية. وبالتالي مصر لم تسقط في هذا الفخ، بالعكس مصر تعاملت على قدم المساواة مع كلا الطرفين، تدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتدعم أيضا قطاع غزة، وتحاول أن تخفف من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها أهالي القطاع. أيضا مصر أكثر الدول التي حرصت على توحيد الصفوف الشعب الفلسطيني، استضافت على أكثر من فترة الوفود الفلسطينية، تتواصل مع الفصائل، تتواصل مع مؤسسات السلطة الفلسطينية، تدفع باتجاه إعادة اللحمة للصف الفلسطيني. وفكرة إنهاء الانقسام بالنسبة للقاهرة مصلحة استراتيجية وأولوية استراتيجية في الجهد وفي العمل الذي تقوم به مصر. وبالتالي أعتقد أن هذه الرؤية هي التي تعكس أو تجعل مصر دائما قادرة على النجاح في كل لحظة وفي كل مأزق وفي كل أزمة، أن تنهي هذه الأزمة وأن تكون هي الوجهة التي يعني تترقبها كل الدول ويترقبها العالم عندما تنشب الصراعات وتنشب الأزمات في الأراضي المحتلة. دائما ما تتطلع الأنظار إلى القاهرة لأنها الدولة أو هي العاصمة الوحيدة القادرة على أن تنهي هذه الصراعات، لأنها احتفظت بمسافة واحدة مع كل الأطراف، لديها اتصالات عميقة وعلى الأرض وميدانيا مع كل الأطراف، وهذا هو ما يؤهلها لأن تكون هي صمام الأمان للحفاظ ولدعم القضية الفلسطينية تاريخيا وحاضرا وأعتقد أيضا مستقبلا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أسامة السعيد، مدير تحرير صحيفة الأخبار المصرية، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة. أشكرك شكرا جزيلا.